للحديث أكثر مشاهدينا الكرام إذن عن هذه الفعالية التي شاركت فيها هيئة علماء المسلمين في العراق لنصرة الفلسطينيين في غزة، نرحب بضيفنا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري. أهلا بكم أستاذ معاذ معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين الفضائية. وحياكم الله أستاذ معاذ. إذن اشترك اليوم عشرات القنوات، اشتركت القنوات التلفزية العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي في هذا البث المشترك نصرة لغزة. في البدء، على الرغم من كل هذه الهموم والمآسي التي تتحملها الهيئة بشأن مشكلات العراق، ولكن الهيئة تحرص دوما أن تكون مشاركة في كل فعالية ولا سيما فيما يخص فلسطين، ما سبب ذلك برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، من منطلق المسؤولية، يعني حقيقة مجرد الإشادة بهذه الخطوة التي تبنتها بعض القنوات الفضائية ومن بينها قناة الرافدين، مجرد الإشادة لا تكفي بهذا الصنيع وبهذا الفعل، لأن حقيقة يعني حركة أو مبادرة نوعية في ظل ما يجري في أمتنا بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص، وتحديدا معركة طوفان الأقصى. الحقيقة نحن في قسم الإعلام نبارك للرافدين ولشقيقاتها من القنوات الفضائية هذه الخطوة الجبارة، نصفها بالجبارة لأنها فعلا جاءت في وقت يعني الإعلام بات سلاحا شبيها بسلاح الرصاصة والصاروخ والطائرة. الإعلام وسيلة من وسائل العدوان التي تسلط على أهلنا في قطاع غزة، لابد أن تواجه بوسيلة مشابهة لها، وبالتالي هذه الخطوة ممتازة جدا، نأمل أن تتكرر، يعني لا نقول على يعني بشكل يومي، ولكن تتكرر بين حين وآخر من أجل أن تبقى الأمة يقظة وأن تبث الوعي في جماهير الأمة جميعا. نعم. بالعودة على أصل السؤال، أقول نحن في هيئة علماء المسلمين ومنذ البداية أدبياتنا زاخرة بالحديث عن أن قضايا الأمة هي قضية واحدة، الأمة الإسلامية بمجموعها وبكليتها تمثل قضية واحدة وإن تعددت جبهاتها. القضية الفلسطينية والقضية العراقية والقضية السورية هي هذه قضايا جزئية من أصل كلي وهو الأمة، ولهذا هيئة علماء المسلمين لم ولن تدخر جهدا في سبيل دعم هذه القضايا مهما كانت المعوقات ومهما كانت الأسباب. نحن نستذكر دائما بين حين وآخر توصيات فضيلة الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله، الذي كان دائما ما يقول إن العراق وفلسطين توأم في الاستهداف، توأم في المصير، توأم في القضية، توأم في الفكر، توأم في كل شيء. لهذا نحن نعتقد ونؤمن بأن قضية فلسطين هي القضية الشق الثاني من قضية العراق، ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن نجعلها بعيدة عن اهتمامنا، حتى وإن كان ما يجري في العراق أحيانا لا يحظى بذلك القدر من الاهتمام على مستوى الأمة وعلى مستوى الإقليم، لكن مع ذلك نحن نؤثر على أنفسنا أننا يعني نضحي ببعض أوقاتنا وبعض جهودنا من أجل نصرة قضيتنا وقضية أهلنا في فلسطين. هذا هو جزء من الواجب المفروض علينا، وليست منا نمنها على أهلنا هناك. فلسطين هي البوصلة التي ينبغي على الأمة أن تكون متوجهة إليها، وبغير هذه البوصلة تكون الأمة تائهة. نحن نسعى يعني بما أتينا من جهد على أن نجعل بوصلتنا منضبطة أيضا على هذا الاتجاه، من أجل أن نبرز للعالم رسالة بأن مقدساتنا في فلسطين وبأن المسجد الأقصى هو مقصدنا وغايتنا التي لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاهلها أو ننساها. أيضا أستاذ معاذ، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التجمعات لنقل الإعلامية نصرة لقضية محورية وهي قضية فلسطين وسط تكالب الغرب كما تعلمون على أهل فلسطين وتعاضدهم مع الصهاينة في محاولتهم تصفية هذه القضية المحورية للعرب والمسلمين؟ نعم، بالتأكيد كما أشرت قبل قليل أن سلاح الإعلام هو سلاح مهم وضروري وأساسي في المعركة، سواء ما كان مسلطا من إعلام العدوان أو ما هو يعني نابع من إعلامنا المقاوم. الإعلام أمر ضروري لا بد منه، مثلما الرصاصة ضرورية لا بد منها. لهذا هذا النوع من الأفكار التي طبقت على شكل يعني بث واحد
موحد ومشترك حقيقة هو فيه من الثمرات الشيء الكثير، وإن كانت في بداية أمرها لكنها حقيقة تعطي انطباعا على أن قضيتنا تتجه نحو يعني محور واحد أو ذات مسار واحد. هذه الوحدة في الرأي أو هذه الوحدة في العمل بإمكانها أن تشكل وحدة في الجمهور، جمهور الرافدين وجمهور القنوات الأخرى، الجميع سيتلقون منهجا وفكرا ورأيا واحدا في وقت واحد. هذا من شأنه أن يصنع تصورات وأفهام قد تكون مغيبة عن المجتمعات وقد تكون بعيدة عن مدارك أبناء الأمة. لهذا نقول هذه الخطوة ضرورية، وهذه الخطوة نؤيدها ونباركها ونحث عليها. وهنا اسمح لي يعني أن أستغل منبر الرافدين تفضل. لأقترح على هذه القنوات وغيرها بتأسيس أشبه برابطة الإعلام المقاوم أو رابطة الإعلام الملتزم أو شبكة الإعلام، سميها ما شئت، المهم أن تكون هناك تجمعات إعلامية ذات هدف واحد مشترك تبث إلى الأمة خطابا واحدا من شأنه أن يوحد أولا الفكر الذي ينبغي أن يكون عليه أبناء هذه الأمة، الموقف الذي يجب على أبناء الأمة أن يتبنوه تجاه قضاياها في كل زمان وفي كل مكان، وبالأخص قضية فلسطين. إذا توحدت الأفكار وتوحدت المواقف نكون قد قطعنا شوطا كبيرا جدا في صد العدوان وفي تغيير كثير من الوقائع التي هي على الأرض والتي هي لا تخدم أمتنا ولا تحقق شيئا من مقاصدها وغاياتها. هذه الفكرة لو طبقت حقيقة يعني سوف يعني تمثل أشبه بضربة يعني ضربة سهم على الإعلام الغربي الذي نجده نحن منذ أن بدأ طوفان الأقصى وحتى اليوم. والحقيقة هو قبل طوفان الأقصى، يعني اعتدنا على أن الإعلام الغربي دائما كتلة واحدة حينما تتعلق القضية بموضوع الصراع بين الاحتلالات المسلطة على بلداننا وبين الشعوب المقهورة التي تبحث عن حقها من خلال المقاومة. تجد الإعلام الغربي كله حزمة واحدة يحاول أن يبث رأيا واحدا فكرا واحدا، يسير الأفهام، يغالط في كثير من المفاهيم بحيث حتى تصبح الأخطاء رائجة والصواب مغطى عليه. نحن بحاجة إلى نوع من الفعل العكسي على هذه الهجمة الإعلامية التي يتعاضد فيها الغرب علينا. على ذكر هذه المواجهة الإعلامية الغربية، يعني حتى بشهادة الاحتلال نفسه استطاع الإعلام لنسميه العربي الثوري والإعلام الموازي لنقل أيضا، ولا سيما المتمثل في منصات التواصل الاجتماعي وفق تطور وسائل الإعلام في هذا العصر، استطاع بشهادة الاحتلال هزيمة الاحتلال في هذه المعركة الإعلامية، معركة الإعلام. ما الدور المنتظر أستاذ معاذ من الإعلام عموما في وسائله كافة في أثناء هذه المعركة، وندخل في شهرها الخامس وسط هذا المنعطف السياسي والمفاوضات وإنهاء الأزمة؟ الدور حقيقة دور كبير جدا وضروري ومهم، لا غنى لا لوسائل الإعلام عنه ولا لمجتمعاتنا وأبناء أمتنا عنها أبدا. يعني يمكن أن حتى اختصار الوقت أن نحدد الدور المنوط بوسائل الإعلام المقاوم، وسائل الإعلام الملتزم، وسائل الإعلام التي تسعى إلى أن تنتصر لقضاياها. لو أردنا أن نتحدث يعني بمنطق التعداد فلدينا ثلاث نقاط أساسية ورئيسية. النقطة الأولى على وسائل الإعلام أن تواصل ما بدأت به من تغطية لجرائم الاحتلال وفضح ما يجري على أرض فلسطين على وجه التحديد، على اعتبار أن قضية غزة اليوم هي القضية الحية الآن التي هي في ساحة وفي مسرح وسائل الإعلام ومحط أنظار الشعوب. على وسائل إعلامنا أن تزيد من ضخ المعلومات والصور والمشاهد التي تكشف عن وحشية هذا الاحتلال. لماذا؟ لأن الاحتلال هذا رغم أن على سبيل المثال قبل يعني أيام معدودة حينما رفعت ضده قضية في محكمة العدل الدولية لم يلقي لها بالا، ولا كأنها يعني أصدرت قرارات ألزمته بالكثير من الأمور لم يلتزم بها. بالتالي هو لا يعرف منطق القانون ولا يعرف منطق العقل ولا يعرف منطق الاحترام. علينا نحن في وسائل الإعلام وفي أي منصة إعلامية كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية أن تبذل وسعها في أن توسع بقعة الضوء المسلطة على جرائمه من أجل أن توثق هذه الجرائم. إن لم تعالج اليوم فإنها لا تسقط بالتقادم. الأمر الآخر، نحن أمام قضية خطيرة جدا، ولا سيما في ظل يعني الإعلام أحادي القطب فلنسميه أو الإعلام الموجه
الذي تتبناه دوائر الإعلام الغربي أو الأنظمة في يعني في منطقتنا، مع شديد الأسف إعلام أحادي الزاوية يوجه نعم ما صحيح. يريده، هو ما يحقق مصالح العدوان، ما يحقق مصالح الدول الغربية، فقط يعني ينشر ما يريد ويغطي ما يشاء. علينا إذن في الخطوة الثانية أن نبث الوعي والفكر والفهم الصحيح لأبناء أمتنا فيما يتعلق بحقيقة صراعنا مع العدو الصهيوني وغير العدو الصهيوني من حليف أو مطبع أو متماهي أو أي صنف آخر. نعم. إذا لم توقظ هذه الشعلة في 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 أذهان وعقول أبناء هذه الأمة الإسلامية، فلن يصل المسلمون أو حتى العرب لن يصلوا إلى المقصد والهدف الرئيسي الذي ينبغي أن يصلوا إليه. نعم. وهذه مهمة الإعلام، ويعني فلنقل العدة التي ينبغي أن يكون الإعلام عليها في هذا الجانب. الأمر الثالث الآخر باختصار لو سمحتم أستاذ معاذ، إن شاء الله، نعم، وهو يعني إبراز فعل المقاومة، الفعل المقاوم. نحن نعلم ويعني لدينا في العراق تجربة أن المقاومة كانت دائما ما توصف بالإرهاب، وكل عمل يعني يحدث شرخا أمنيا في البلد دائما يلصق في المقاومة. لا بد للإعلام بمقابل أن يفضح جرائم الاحتلال، لا بد أن يظهر حقيقة الفعل المقاوم ومشروع المقاومة وهدف المقاومة الذي يصب في صالح الأمة بشكل أو يعني بشكل أو بآخر. أولا وآخرا، المقاومة تهدف إلى نصرة قضيتها وبالتالي نصرة الأمة بشكل عام. إذن معاذ البدري من عمان، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.